ليه الفلق ليه؟ ده ولا يوم القيامة. حظوظ يا سيدي. ما تقوم تجيب العربية المكشوفة وناخد لها لفة. يا راجل الماتش مش بتاعنا. افتح الونجين، افتح الونجين. حلبستا افتح افتح. انت عارف انه بيلعب بحواجبه، خليتنا اشترينا له جزمة ليه؟ بدي نختش لبدش. Do you speak English؟ ايه اللي بيحصل ده؟ عاجبكم كده الدهدله اللي احنا فيها دي؟ اربع ماتشات كلها جول، كل اللي جول تخش فينا فينا فينا. يعني عندي مال بخت ولا حد حس بيه، ما دقش طعم الهنا والمر حاسس بيه. خصوصا وان منصور بيه حبيبنا. حبيبكم ايه بلانيلي؟ يا ناس حرام، ده انا باخد خير المصنع وبصرفه عليك. فيه مكان عطلان في المصنع وعايز يتصلح، انا مش عايز اصلحه عشان ما قصرش من ناحيتكم في حاجه. مستر جيلا دي واخد مني 2000 دولار الشهر اللي فات، واللاعب ليفا دي واخد مني فلوس برضه، ده غير الهبش اللي بيهبشه الحلواني من غير ما يستاهل. ايه مالكم؟ ايه القصه اللي انتوا عاملينها دي؟ انا هتحرق، انتوا حرقتولي اعصابي. هو نادي ابويا يا اخي. ايه يا جاليليو، قومت جوز الوليه بس؟ انت عصبي ليه؟ مزنوقين في 11 لاعب ما يكونش فيه زيهم في الملاعب، يسجلوا في كل دقيقه جون ويخلوا اسم النادي مال الكون. شوفوا يا ساده، لو قدرنا نحضر روح واحد من بتوع الكرة المهمين ونترجاه يجيب لنا 11 عفريت من بتوع لعيبة محترمين من اللي ماتوا في البرازيل، مش تبقى ضربة معلم بحقه حقيقي. ان شاء الله النادي هينزل على ايدك للدرجة السابعة. مش هدخل عفريت الملعب. انت راجل عظيم يا سعادة البيه، ربنا يطول عمرك ويخليك لينا على طول. ايوه، ابعت جواب بقى للبرازيل والارجنتين. الايه؟ الارجنتين، وقول لهم ان احنا جاهزين. انا بخلي مسؤوليتي خالص، وبكلمكم الكلام ده قدام المسؤولين اهو. لو فضلنا على المستوى الست ده هنخسر الماتش الجاي، ويمكن نتنيل يطردونا من الدوري خالص. كلام موجه ليك انت يا حاج كعبيره، لانك انت قلب الهجوم. سمحتوا لي باقتراح يا اخوانا، ايه رايكم لو الاستاذ حسن يعمل لنا شويه احجبه ظريفه يحطوها اللعيبه تحت بطاطهم كده في الماتش زي اخوانا بتوع افريقيا؟ يعني لازم تحت بطاطهم؟ لا مش شرط، كل واحد في المكان اللي يرتاح له. ايه الله، تحط لنا حجاب عند العارضه كده يا استاذ حسن. اذا سمحت يا كابتن من فضلك، اللعيب اللي يلعب جنبي يكون السكورر بتاع العفاريت. هاي هاي شمهوريش يا شمهوريش. شمهوريش دي مين دي؟ ده عفريت ايزيبي.